أجواء فين اليوم جميلة، جو لا بأس، ما هو بارد. أمس كان الجو بارد، اليوم رجع الدفء. نودع الكنيسة الأثرية هذه اللي هنا. نطلع فوق البرج الكنيسة، هذا من أعلى مكان في الكنيسة، الطلعة ب6 يورو فوق هذا المكان عشان تشوف فيها مدينة فيينا أو الكنيسة، تشاهد الكنيسة. مدينة فيينا تشكيلة رائعة كذا حلوة. الكنيسة هنا في الجزء الثاني، هذا مكان الجرس حق الكنيسة برضو. بس اللي يذوق منه اوقات الساعة والصلاة حقهم. من هنا تمام. كنا جميلة، نودعها اليوم إن شاء الله، بإذن الله نعود لها مرة أخرى. هناك مبنى الأمم المتحدة اللي هناك، ذاك الأسود وراه. يشرحوا لك ايش المعاني، ايش كل شيء يرمز. ومن هنا كمان في منظر انك بياخذوا صور تذكارية الجماعة. Oh no!
السوق الشعبي احد المزارات السياحية كمان في فيينا، جينا نشوفه قبل ما نسافر. تمام، اكلات وكذا. اغلب مطاعم نفس السوق العربي اللي عندنا، بس هنا اكثر اشوفه مطاعم. هذا محل اسماك طازجة. نبيع تذكارات ملابس. نفس السوق العربي عندنا، ما في اختلاف كثير. الأجبان غالية صراحة عندهم هنا، زي 100 جرام 6 يورو، احنا عندنا كيلو ب 7 يورو. شكرا يا باشا، الله يخليك.
الطيارة تبعها اصلا طيران نمساوي مرة السعادة.